انك تختار كلب مناسب لشخصيتك هي اهم حاجة في حياتك كلها. يعني انا ما ينفعش ان انا اكون راجل عندي شغل طول اليوم وانا شغلي معتمد على السفر واروح اجيب كلب هايبر قوي واكتيف قوي، انا كده ما وفرتلوش الوقت اللي هو محتاجه، ما وفرتلوش الحياة اللي هو محتاجها، يبقى انا بظلمه معايا وبظلم نفسي في الاختيار ده. ان انا اختار كلب مناسب لشخصيتي بمعنى انا هختار جولدن، يبقى انا اكون شخص فري في يومي كتير، شغلي محدود، مش وقتي الكلبي هو اللي محدود، عشان اقدر اوفر له الاهتمام والحب والرعايه والخروج والاكتيف اللي هو محتاجها في يوم. دي فكره عن ان انت تختار مثلا كلب جولدن، كلب روت، كلب عضلي. ما ينفعش في ميل تبقى رايحه تشتري كلب روت وهي ممكن ما تقدرش تسيطر عليه، فدي هنا برضو انت اخترت كلب غلط. لازم لما تيجي تختار كلب تقيم نفسك الاول، هتديله كام من يومك وتديله ايه في يومك، وبعد كده تقول انا هشتري الكلب الفلاني. هي دي بقى فكرة انك تختار كلب مناسب لشخصيتك، كلب يعيش معاك عشان يطلع كلب سوي ما عندوش اي مشاكل.